أهلا بكم في بتوقيت مصر. تشارك مصر في قمة دول تجمع فيشغراد في العاصمة المجرية بودابست التي تضم المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا، وتأتي مشاركة مصر في القمة الأوروبية للمرة الثانية عقب عام 2017. ويحضر القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري. وتتناول القمة عددا من الموضوعات، منها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين. وتبحث أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها الأوضاع في أفغانستان. أرحب عبر سكايب من التشيك بالأستاذ محمد سعد، الباحث أو باحث الدكتوراه في معهد العلوم السياسية في جامعة تشارلز في براغ. برحب بك أستاذ محمد. مساء الخير استاذ تيمور، ومساء الخير على الساده المشاهدين. أهلا بك. يعني ربما تكون أو يكون الاهتمام الأكبر دائما عندما نتحدث عن أوروبا، يكون الاهتمام موجه طوال الوقت فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، لكن الدول الواقعة في شرق أوروبا مثل التشيك وبولندا وغيرها من الدول يعني مش بتكون ذات أهمية، أو يعني مش منتظر منها كثير من يعني أدوات التعاون ومحاولات الوفاق والمساندة السياسية والدعم الاقتصادي وغيرها من الأمور. بحكم يعني وجودك في التشيك منذ فترة وبحكم متابعتك للأمور، ما الذي تستفيد مصر من التنسيق مع هذه المجموعة من الدول في شرق أوروبا؟ تمام، ومبدئيا الإجابة على سؤالك مباشرة، هي مجموعة فيشيغراد تعتبر، لو احنا قسنا عليها انها مجموعة لتكتل كبير نسبيا في الاتحاد الأوروبي، تعتبر لو ظننا انها مثلا دولة واحدة على سبيل المثال هتبقى خامس أكبر دولة من حيث الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي. فهي مجموعة هي بره نقطة التركيز الأساسية للاتحاد الأوروبي، بره ألمانيا وبره فرنسا وبره إيطاليا، لكن في نفس الوقت تكتلهم في مجموعة خلى ليهم دور كبير، خاصة ان هم متكتلين حوالين نقطة أساسية، وهي النقطة اللي بيرفضوا من خلالها ما يسمى بالحصص الأوروبية لاستقبال المهاجرين او لاستقبال اللاجئين. انا عندي بالنسبه للمشاركه ثلاث تحفظات وثلاث نقط ايجابيه، لو قلتهم كده سريعا تفضل. اكون شاكر. انا بالنسبه للتحفظات انا عندي تحفظ مبدئي، يعني انا شايف ان القيم المؤسسه للتحالف بشيكيرات هي قيم يمينيه اوروبيه مسيحيه. كتير من قادته اتكلموا عن اوروبا البيضاء وان هم بيرفضوا استقبال مهاجرين. الرئيس التشيكي ميلوش زيمان قبل كده كان اتكلم حوالين ان اوروبا ليست المكان المناسب للمهاجرين، وكان فيكتور اوربن رئيس الوزراء المجري اتكلم قبل كده حوالين نقطه ان اوروبا حضاره مسيحيه بيضاء، وهي تصريحات عنصريه. كنت ارجو ان مصر تنأى بنفسها عن هذا التحالف، لانه تحالف له صبغه عنصريه وله صبغه يمينيه مسيحيه اوروبيه. ده التحفظ الثاني. في تحفظ عملي حضرتك ذكرته، ان الدول الاربعه فرادى ليسوا نقط التاثير الاساسيه في الاتحاد الاوروبي. في تحفظ سياسي، وهي هو التحفظ ان احنا دلوقتي بنتكلم على قمه جت بعد انتخابات في عدد من الدول الاوروبيه شهدت تراجع اليمين اللي بيحرك الدول الاربعه. يعني احنا بنتكلم على انتخابات اطاحت باليمين في المانيا، وفضيحه سياسيه اطاحت باليمين الوسط في النمسا، وهي مقربه بالمناسبه لمجموعه فيشيغراد، وانتخابات حصلت في تشيكيا نفسها وادت في النهايه الى هزيمه اندري بابيش رئيس الوزراء اليميني الشعبوي. دول الثلاث تحفظات، لكن لو اتكلمنا على ثلاث نقط ايجابيه، احنا بنتكلم حوالين الخارجيه المصريه او الدبلوماسيه المصريه بتحاول انها بقدر الامكان انها تستغل التناقضات داخل الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي ليس كالولايات المتحده عنده مقر مركزي، لكن الاتحاد الاوروبي ممكن اي تكتل او اي دوله انها تستغل التناقضات، واشهر هذه التناقضات هذه الخلافات حوالين موضوع الهجره، ومصر استغلت هذه التناقضات انا اظن لصالحها. النقطه الايجابيه الثانيه هو قدرة مصر البراجماتية انها تستغل ورقة الهجرة الغير نظامية، وانا مصمم ان اسميها غير نظامية لان كلمة شرعية من عدمه ده موقف سياسي.
فهي مصر قدرت انها تستخدم النقطه ديت بشكل اكثر برجماتيه وانها تخترق الاتحاد الاوروبي من هذا الامر. في حاجه ثالثه واخيره هو التطلع للشراكات الاقتصاديه، وزي ما قلت لحضرتك هو التكتل في حد ذاته هو تكتل كبير في اوروبا، وله صندوق نقد موحد ممكن مصر انها تتعاون معاه بشكل او باخر على المستوى الاقتصادي، وان كان برضه باكد ان هم ليسوا الاكثر اهميه في صحيح. الاتحاد الاوروبي. طب يعني احنا بنتكلم عن مشاركة قامت بها مصر في التكتل او في هذا التجمع يعني منذ 4 سنوات في عام 2017. خلال ال4 سنوات دول، مع الوضع في الاعتبار انه النظام السياسي في مصر كما هو خلال ال4 سنوات فما فيش اي تغييرات يعني، فبالتالي نستطيع ان نقيس مدى الاستفادة او مدى التطور او مدى العائد اللي اتى لمصر سياسيا واقتصاديا ويعني على مختلف الأصعدة خلال ال4 سنوات. هل في شيء فارق؟ هل في أحداث يعني تخلي في تفاؤل للبناء عليها؟ يعني بشكل او باخر اظن ان في فروقات حصلت. مصر مرت بثلاث مراحل اساسيه في علاقتها بالاتحاد الاوروبي، وكان 2017 كانت مرحله بسيطه، وهي مرحله كانت تحاول انها تكتسب حلفاء، وقدرت فعلا انها تكتسب حلفاء وتستغل التناقض داخل الاتحاد. احنا دلوقتي في مرحله جني الصناعي لو جاز التعبير، فمصر قدرت انها تستخدم هذا التناقض، قدرت انها تستخدم شكل من اشكال الدبلوماسيه المتوازنه ما بين طيارين اساسيين في الاتحاد الاوروبي، والتيار مؤمن بتنوع اكتر وبيضغط حوالين تنوع اكتر، وتيار تاني بيؤمن بتنوع اقل وبيحاول ان هو يضغط في اتجاه تقليل الهجره لاكتر شكل ممكن. ولكن هم جميعا حاليا في الاتحاد الاوروبي ضد فكره الهجره غير النظاميه اللي احنا اتكلمنا عنها. فانا اظن ان مصر بشكل او باخر قدرت انها من 2017 ل 2021 انها تخلق ممكن نسميها نقط تحالفات مهمه او نقط ارتكازات مهمه ومتنوعة في كمان. شرق اوروبا. في شرق اوروبا حصل، وكمان حصل اختراق كبير جدا في الكتله الغربيه للاتحاد الاوروبي زي ما احنا شفنا في المانيا وبشكل كبير في فرنسا كمان. يعني استطيع القول ان مصر تراهن، او لو حاولنا مسك او تحليل السياسة الخارجية لمصر، هي تعتمد على التحالفات المتنوعة. هناك يعني تواصل بدأ يكون أوسع يعني ويكون أوضح مع إفريقيا، مع الشرق في روسيا والصين، مع الغرب في الولايات المتحدة كان وما زال، في أوروبا الشرقية وفي أوروبا الغربية وقبرص واليونان. فهناك تستطيع القول أن مصر تمتلك علاقات وتحالفات متنوعة. ده أحيانا بيكون له يعني مردود إيجابي، لكن أحيانا بيكون في تشتيت. يعني كلما كان التركيز على محور معين ربما يكون لده أيضا يعني إيجابية. كيف تقيم ذلك؟ يعني أنا من مدرسة مؤمنة أن صديق الجميع ليس صديقا لأحد على الإطلاق. في وقت من الأوقات احنا محتاجين أن احنا نكون أميل لطرف من الأطراف، خاصة أن احنا بنتكلم حوالين شكل من أشكال التنافس ما بين معسكر شرقي. احنا يبدو أن احنا كمان بنتكلم بلغة الحرب الباردة يعني، ولكن بشكل مختلف. معسكر شرقي في روسيا وفي الصين، ومعسكر غربي في الاتحاد الاوروبي وفي الولايات المتحده. مصر جربت، احنا كنا في مرحله ان احنا نتحسن الخطوات. مصر جربت انها تفتح في اكثر من اتجاه، ولكن اظن بشكل كبير جدا انها من بقى في قناعه لدى صانع القرار المصري ان التعويل الاساسي يجب ان يكون على الغرب اكثر منه الشرق. اللي وضح الازمه ديت بشكل اكبر ما حدث في مجلس الامن، وما حدث نعم. بالنسبه لموضوع سد النهضه، لان الكتله الشرقيه اللي احنا بنتكلم عليها ديت متمثله في الصين وفي روسيا بشكل كمان متمثل في الهند كان ما كانش موقفهم ممكن. محبط في قضية سد تماما النهضة تماما يعني، رغم كل لان التحدي الاوروبي المحاولات. كان شكرا بالظبط. لك. شكرا لك شكرا لك. محمد سعد، الباحث بحث الدكتوراه في معهد العلوم السياسية في جامعة شارل.